نجمة وعليها الكلام. التعامل كان من البريفيو مع البلدي، وكنا حكينا وتقابلنا حتى مع بعضنا وحكينا حتى في الغناية، وفما جزء من الغناية حاضر، لكن البلدي يخدم كيفي ونخدم كيفه، وانا نعمل برشا غناء ونبعتين نهبطوه بشوي بشوي. دونك الدور للأغنية هذه مازال ما جاش. بالنسبة لجيجيا، من أقوى الرابور اللي عنا في سوسة، وعنده هكا هبلته وستيل خاص بي. يعني من الناس يعجبني فنيا وليس في على مستوى النصوص، عندي برشا برشا ما نحكي، ولكن فنيا نحكي على الدورتي والراب والقباحة متاع، سامحوني في الكلمة، متاع الراب، خاطر الراب معناه فن قاصح شوية، جرأة. فلا الجرأة اللي عند جيجيا ما عند حتى فنان، وبوتيتر حتى اللي قالوا معناها لازم في بلاصة من الناس تنتقده، لازم الناس يستفزها الموضوع هيك، وتحاول مش تعاقب جيجيا كهو، معناها مش تتليب جيجيا، تتليب بالشعب الكل اللي فما منها الحكاية ذيك اللي استفزت بوتيتر ميديا وكل، ونعالجوها اللي هي الجهويات، ومن أخي بالحاجات اللي عنا في تونس. أما راه مش كان جيجيا يقول هكيك، راهم مغير من الناس الكل تمشي لجيجيا، وفهم برشا ناس عندها نفس رأي جيجيا أما ما تغنيش. بوتيتر هو أعطانا سينيال، أعطانا حاجة أليرت باش نحنا بوتيتر نتصرفه، خطر الفنان راه يعبر برشا طرق، نجم يستفزك باش أنت تتصرف. دونك ما نحبش نخدم جيجيا هكيك، لازم نحكيه معه ونسألوه الساعة قبل. انا ما نصورش روحي نجم غني مع جيجيا للي شيء، الفرق في النصوص، مش معناها نصوص ضعيفه، ولكن من مواضيع ما نحكيوش، ما نتناولوش نفس المواضيع، وسورتو في الحروشيه نتاع المواضيع. جيجيا محليه كي يبدا وحده. نجمه وعليها الكلام.